لمزيد من النقاش حول الصراع السياسي في العراق وحظوظ الكاظم في الاستمرار في تشكيل الحكومة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، مرحبا بك معنا. عليكم السلام، أهلا ومرحبا. أهلا بكم دكتور. إذا كان هناك اجتماع للكاظمي مع قادة الكتل والأحزاب، انتهى كما قالت الأنباء إلى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة، وهي محاولة على تغطية الخلافات الكبيرة بين تلك الأحزاب على المناصب في تلك الحكومة، في الحكومة الجديدة. هل تعتقد أن الكاظمي سيكون قادرا على إرضاء تلك الكتل، أو أنه سيتجاوز كون هذه الحكومة ستكون حكومة محاصصة حزبية كالعادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبارك لكم الشهر الفضيل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا باليمن والخير والبركة ويوفقكم في مسعاكم لما يخدم العراقيين في هذه المحنة الكبيرة التي يمر بها البلد. عودة إلى سؤالكم، أن الكاظمي هل سينفذ الوعود التي قطعها للكتل التابعة لإيران؟ هل يستطيع أن يصمد أمام ما تطلبه منه أمريكا التي هي كان لها الفضل في تنشئته وتربيته وإيصاله إلى هذا المكان؟ السؤال، ما هي التفاهمات التي تفاهم بها مع هذه الأحزاب والكتل التي تسيطر على العملية السياسية؟ ماذا وعدها؟ هل يستطيع أن يوفي بما طلبت منه؟ إذا استطاع أن يوفي بما طلبت منه فهو بكل تأكيد سوف يجتاز خط البرلمان الذي هو مسيطر عليه من قبل هذه الكتل. ولكن السؤال، ما هي هذه التفاهمات وما طبيعة هذه التفاهمات التي أسست على أساس المحاصرة وعلى أساس البيع المناصب وعلى أساس السيطرة على موارد العراق وعلى أساس أعطاء إيران اليد الطولة في العراق عمليا؟ إذا كانت التفاهمات بهذا الاتجاه، أعتقد أنه استمرر كابينته إذا أدعن لكل مطالبهم. ومطالب هذه الكتل معروفة وواضحة أنها كلها تريد أن تبقي الكعكة العراقية أو البيت العراقي الحديقة الخلفية، بل هو المائدة المفتوحة لإيران وميليشياتها وما إلى ذلك، لأنهم هم مستعملون من الخارج. هذا لا يعني أن الكاظمي هو من الجانب الوطني، لأنه أيضا مستعمل من الخارج. إذا الكاظمي سوف يكون ما بين مطرقة إيران، مطرقة الولايات المتحدة الأمريكية، وسندان أمريكا الذي يتجذر في العراق والذي أتى بالطرفين. هذه هي المعادلة الآن بكل بساطة. نعم. لأن الإيرانيون تجذروا أكثر من الأمريكان عمليا بحكم الموقع وبحكم الظرف الحالي الاقتصادي والذي يحيط بالعالم، وخاصة القضايا الاقتصادية. الإيرانيون يريدون الإبقاء على العراق على هذه الحال. المرشح من كل هذه الفوضى التي هي الفوضى الخلاقة استخدمتها إيران بشكل أكثر إيجابية من أمريكا لصالح إيران وليس لصالح الشعب العراقي، لأن المفروض تفضي هذه إلى عدم ترشيح أي كابينة وزارية جديدة. سوف يتم الإبقاء على حكومة عادل. نعم. عبد المهدي، أو تأسيس ما يسمى حكومة طوارئ. طيب. دكتور، تستغل الظرف الحالي لكي تستمر أكثر ما يمكن، وأعتقد هذا هو السيناريو المخفي الذي لم يعلم. تمام. طيب دكتور، يعني الآن حول مصير تشكيل هذه الحكومة الذي أصبح متعلقا بالكتل السياسية التي تريد حصتها من الحكومة كما تفضلتم، إلى أي مدى تعتقد أن الكاظمي سينجح في تشكيلها خلال المدة المتاحة له؟ الكاظمي إذا خضع لكل المطالب التي طلبت منه سوف يكون هو مجرد واجهة للتنفيذ لا أكثر ولا أقل. سوف لن يكون له رأي في الوزير أو في الاختيار أو في المناصب، لأنها سوف تكون مبنية على هذه التفاهمات، أن هذه الوزارة حصت فلان وهذه الوزارة حصت فلان، وأن الوزير الفلان يرشح من قبل هذه الكتل مع إعطائه الواجهة لكي يعلنها فقط. هو سوف لن يكون إلا مذيعا يذيع الأسماء فقط. أنا أعتقد هذا هو. إذا نعم. كان هذا الأمر بهذا الاتجاه سوف يتم تشكيل هذه الحكومة أو ما تسمى الكابينة الوزارية. إذا لن يكون حرا في اختياراته كما صرح عند تسميته رئيسا للوزراء.
لم يكن ولن يكون. يعني القضيه طالما انه المستشار هو من نفس هذه الكابينات التي اتى بها المحتل الامريكي والايراني، لن يخرج من هذا الطور، اذا لا نفع فيه، وهذا ما قاله الشعب العراقي منذ البدايه، وهو مرفوض اساسا من الشعب العراقي، لكنه تحدث باليات الفعليه على الارض من قبل الجانب الحكومي، اما الجانب الشعبي فهو مرفوض اساسا من اساسه، لكن هل سينجح في تنفيذ وعوده؟ انا اقول لك لن ولن ينجح، لا هو ولا غيره، اذا ما كانت الاليه نفس الاليه والبرلمان باقي على نفس الحاله. الحل العراقي يكمن في شيئين، الشيء اولا حل البرلمان واسقاط العمليه السياسيه لكي يكون العراق حر، اما ما طالما انه الايادي الخارجيه هي التي لا زالت وستبقى على هذا الحال، هي التي تقرر من سيحكم ومن سيستوزر ولمن هذه الوزاره وكم حصه فلان وكم حصه الطرف الاخر، اذا لا خير فيها ايا كان الاسماء التي ترشح فيها، والمشكله ليست في المسميات، المشكله في الفعل الحقيقي على الميدان، الفعل الحقيقي على الميدان الميليشيات الايرانيه هي التي تتحكم بالعمليه السياسيه، ايران هي التي تقرر، وما نسمعه من هرطقات من هنا وهناك بانه هناك عداء امريكيا ايرانيا، فهذا الكلام كله لا يجدي نفعا، لانه هناك بالايام الحاليه اوعدت للعراق الاستمرار باستيراد الكهرباء من ايران، اذا اين الحرب المعلنه الاعلاميه؟ هذا كله كلام للتخدير، والطرفين استفادوا من الفوضى الخلاقه لنبقاء العراق نعم. على هذا الحال الضعيف، هو مطلب ايراني امريكي مشترك، فلنفهم هذه الحقيقه. هناك دكتور نعم عذرا المقاطعه دكتور هلال، هناك عامل مهم وهو عامل يحضر بقوة في هذه المعادلة، وهو المزاج الشعبي أو الإرادة الشعبية العراقية التي ترفض أيضا تشكيل أو ترشيح الكاظمي، وترفض تشكيله للحكومة، وتعتقد بأنها ستكون حكومة محاصصة. وقد تابعنا وجود لافتات ووجود كثير من العبارات التي قالت ذلك. هذا الكلام حقيقة الرأي الشعبي، لأن الشعب هو مصدر السلطات، إذا التف الشعب العراقي حول ثورته بشكل كامل بعد كل هذه الفوضى، بعد أن الله سبحانه وتعالى يزيل هذه الغمة الجائحة كورونا عن الشعب العراقي، إذا التف الشعب العراقي بأجمعه حول الثورة وقال كلمته سوف يكون هو له الرأي الفاصل، أما إبقاء الأمور بهذه الطريقة وكل الخطط تثير إلى أنه هناك خطط لإفشال الثورة واستهداف المتظاهرين، نحن صرنا دخلنا في الشهر السابع، والقتل والتنكيل والاعتداء على ساحات التظاهر والاختطافات، وأصبحت الاغتيالات الميدانية والذهاب إلى البيوت، وطالت حتى النساء في ذي قار وفي غيرها، إذا حكومة بهذا الحكومة عصابات بمعنى الكلمة تدير بلد بهذه المواصفة وبهذا الحجم، يجب أن يكون للرأي العراقي هو الثقل الأكبر، وطرح هذه النفايات خارج حدود العراق، وجاءوا من حيث أتوا، لأنهم صدقني بأن سعر النفط الآن انهار، سوف لن يكون لهم مصلحة، ستجدهم أول الهاربين إلى الخارج، لأنهم بنوا أموالهم من السحت الحرام كلها خارج العراق، والكل محتفظ بجنسيته الثانية الأصلية نعم. التي استعمل من أجلها، والذين هربوا في الأسبوع الماضي خير دليل على ما نفعل. أشكرك جزيلا دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من عمان.